السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال حلقة النهاردة: من هو أول فدائي في الإسلام؟ من هو أول فدائي في الإسلام؟ موضوع النهاردة مهم جدا جدا، ليك يا أمي وليك يا أبي وليك يا أختي يلي تزوجت وأنجبت وعندك أولاد، إزاي تربي أولادك تربية سوية سليمة؟ حسناء الحداد قامت أو قسمت تربية الأبناء لثلاث مراحل. المرحلة الأولى من سن سنة لسبع سنوات، وهي مرحلة الصح والغلط. بيمكن تركيز الوالدين في التربية على أفعال أولادهم وما هو صحيح أم خاطئ، مثلا اقفل بقك وانت بتاكل، سمي الله، اقعد باعتدال، اخفض صوتك وقت الكلام، ما تعليش صوتك، سلم على عمك، اغسل سنانك، كل ما يتعلق بالعادات والسلوكيات اليومية. وهكذا باتت هذه المرحلة أو على معيار الأخلاق، وهي أول معايير التربية. فقد اختار الله اختارت الله وتعالى والنبي على أساس هذا المعيار، وقال له: إنك لعلى خلق عظيم. فلا تغفل هذه المرحلة وتمضي في الأكل والنوم وشراء الألعاب فقط. المرحلة الثانية من سن 7 سنوات ل 14 سنة، وتبدأ فيها مرحلة التعليم، التعليم الديني من خلال الحلال والحرام والتعليم الأكاديمي. وبيأتي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علموه في 7. من سن 7 سنين بيبدأ مخ الطفل في استيعاب آيات القرآن والحديث الشريفة، وبيتعلم من عليه مسؤوليات يتحملها وواجبات يجب أن يجتزها يعني، ويعرف حقوقه ويطالب بها، وعقله يتوقف عن التعلم. وتصبح ويصبح هذه المرحلة في هذه المرحلة صبي أو صبية، مش طفل، خلاص تعدى مرحلة الطفولة، يا غلام يا بني. وتكون هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي هذا السن وهو بيعلمه في الأحاديث: يا بني يا غلام إني أعلمك كلمات، كل بيمينك، سمي الله. فبتكون من المراحل الممتعة جدا على فكرة، لأنه لا يزال يسمع والدي وينصت لهم باهتمام، بل ويحتاج لهم طوال الوقت في كل نواحي حياته، بيحتاج ليهم، لأن دي مرحلة هائلة. يجب على كل أم استغلال هذه المرحلة في تعليم وتوجيه أبنائهم للحلال والعزوف عن الحرام، مع تعليم المراحل المرحلة الأولى من الصح والخطأ المتماشية معنا، ومعيار المرحلة هو المعيار الديني على أساس الحرام والحلال. المرحلة الثالثة من سن 14 سنة ل 21 سنة، ودي من أصعب المراحل التي تسمى مرحلة المراهقة. وبتكون مرحلة المراهقة للوالدين والأبناء سويا، الاثنين مع بعض. للأبناء بيحدث لهم تغيرات فسيولوجية ونفسية غير مفهومة لديهم، وتنال عليهم معلومات من هنا وهناك ولا يعلم أيها أصح، وبيتحرج أن هو يسأل والديه. تأثير أصحابه عليه في حياته بيكون بشكل كبير جدا، عشان كده ما أنت مهما تيجي تعلم ولادك في الوقت ده بيكون تأثير أصحابه في المدرسة أو في المرحلة الثانوية أو في الجامعة أكبر من تأثيرك أنت بكتير. بيشعر أوقات أنه أصبح رجل أو هي أصبحت آنسة لا حرية الرأي وليهم شخصيتهم المستقلة، وأوقات كمان بيشعر أنه ما زال طفل صغير يريد الاختباء في حضن والديه، ساعات مبتهج وفرحان وطار أخرى حزين ومكتئب. أما الوالدين فبيكونوا دائما في حيرة، نعمل إيه؟ الحل في هذه المرحلة، ركز معايا، الاحتواء والمراقبة. فلقد أثبتت الدراسات أن المراهق بيحتاج رعاية من والديه أكثر من الطفل الرضيع. فمعيار المرحلة هنا الإنسانية، عاملوا أبنائكم كإنسان، علم ابنك إن هو أو تعامل معاه إن هو كإنسان، احتووهم، احضنوهم، احكوا لهم عن أنفسكم، شاركوهم في مشاكلكم، اعطوهم وقت للحوار، ارسموا معهم أحلامهم، كلموهم بإيجابية عن مستقبلهم، نادوهم بأحب الأسماء إليهم، أوصفوهم بأجمل الصفات فيهم، تغافلوا عن أخطائهم، حملوهم مسؤولية ومهام البيت مثلا، امتى يتدخلوا في الوقت المناسب، عاملوهم بالحسن واللين، صاحبوهم بالمعروف، كونوا لهم الستر والسند. فإذا أحسنتم الثلاث مراحل وربيتم أبنائكم على الثلاث معايير، معيار الأخلاق ومعيار الدين ومعيار الإنسانية، ولم تغفلوا لهم عن الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل والتحلي بالصبر وتجديد النية أنكم تربوا إنسان صالح يفيد الأمة ويضع بصمته في الحياة، ستنبهر بالرشد في شخصيتهم والنتائج ومكافأة رب العالمين. أسأل الله أن يهدي أبناءنا، اللهم اهدي أبناءنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا وربهم يا رب
على كتاب الله وعلى سنة محمد بن عبد الله. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.